التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة. وأفادت مصادرنا بأن اللقاء يبحث تشكيل حكومة توافق وطني بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة فتح تتمسك باعتراف حماس والجهاد بمنظمة التحرير ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وبالقرارات الدولية القاضية بحل الدولتين على أساس حدود عام 67. وحول هذا الاجتماع ينضم إلينا من غزة مراسلنا حازم البنا، ومن رام الله مراسلنا فراس لطفي، ومن اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. سأبدأ بداية مع طبعا مع مشهراوي بداية من اسطنبول لمعرفة آفاق هذا الجمع، يعني ما بين هذه الأطراف الفلسطينية في الجانب التركي، أهمية هذا الاجتماع وأهمية التحرك التركي في هذا التوقيت. محمد، بالفعل بعد نحو عام من غياب مثل هذه اللقاءات بين الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة حماس، نجحت تركيا في جمع الرجلين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. استضافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في اجتماع مغلق بحث بالدرجة الأساس يعني تجاوز الخلافات الكبيرة بين الحركتين، ومن أجل التمهيد لعقد لقاء موسع بينهما في القاهرة. اللافت هو توقيت هذا اللقاء الذي يتزامن مع حالة التقارب الكبيرة بين كل من القاهرة وأنقرة، وكلاهما البلدان يتمتع بعلاقات واتصالات وثيقة مع كلا الحركتين فتح وحماس، ويولي أهمية للملف الفلسطيني بشكل عام وملف المصالحة الفلسطينية بشكل خاص. لذلك هذا اللقاء وفق مراقبين قد أحيا الآمال بانتعاش فكرة المصالحة من جديد وإعادتها إلى الواجهة رغم صعوبة الوضع بين كل من فتح وحماس. المصادر التركية قالت لسكاي نيوز عربية إن اللقاء الذي جرى بشكل مغلق لم يحرز نتائج ملموسة حتى الآن، ولكنه يسبق لقاء يفترض أن يجمع الحركتين في العاصمة المصرية القاهرة، ويسبق لقاء مرتقبا خلال الفترة القريبة المقبلة بين الرئيسين المصري والتركي. كل ذلك عوامل تساعد على دعم جهود مصر وجهود تركيا في إعادة ضخ دماء جديدة في مسار المصالحة الفلسطينية. دعني أذهب إلى غزة حازم البنا. حازم، دائما ما رأينا يعني ربما موقفا متشددا من جانب حركة حماس في بعض القضايا المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، مستقبل الدولة الفلسطينية وما شابه، هل هذه الأفكار تغيرت؟ هل يعني يذهب الطرف هذا المسيطر على قطاع غزة بأفكار أخرى إلى تركيا أم لا؟ يعني على الأقل يظهر من تصريحات القادة السياسيين في حركة حماس بأنه أي حديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار هذا الاجتماع المرتقب الذي سيجمع في القاهرة بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يجب أن يعني يتبنى خيار المواجهة الشاملة مع إسرائيل. حركة فتح كما يعرف الجميع على الأقل أيضا وفق تصريحات عضو المجلس الثوري فيها عزام الأحمد قال بأنه تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية يجب أن يتبنى برنامج منظمة التحرير الذي عمليا هي تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي ترفضها بطبيعة الحال حركة حماس. لذلك هناك اختلاف بالبرامج من حيث المبدأ. الشارع الفلسطيني ربما ينظر بأهمية لمثل هذه اللقاءات، ولكن لديه سقف توقعات منخفض جدا من التوصل لما تريده الأطراف من التوصل لاستراتيجية وطنية كما يسمونها لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية. عمليا هناك اختلاف في البرامج السياسية بين حركتي فتح وحركة حماس، ولا يتوقع في حقيقة الأمر أن يصار إلى أي توافق قياسا بالتجارب السابقة. لا أريد أن أكون متشائما، ولكن على الأقل هذا وفق نظر الشارع الفلسطيني ومراقبين، وفق أصوات أيضا من بعض الفلسطينيين
الفصائل الفلسطينية التي بعضها عارض ربما المشاركة في الاجتماع، والبعض الآخر نادى بضرورة التحلل من اتفاقية أوسلو ووقف كل الاتفاقيات الاقتصادية المنبثقة عنها، وأيضا يعني رفض الاعتراف بإسرائيل كما يقولون. كل هذه ربما تمثل إشكاليات في التوصل لتوافق حقيقي ينهي سنوات الانقسام. ولكن على الأقل الشارع الفلسطيني في قطاع غزة يريد حكومة تستطيع أن تخلص من الكثير من الأزمات المعيشية التي يعانيها من قطاع غزة، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية وأيضا التي تتعلق بالأمور الحياتية مثل الكهرباء وأشياء كثيرة أخرى أيضا. هذا ربما يكون أكثر مرتبط بالجانب الإسرائيلي أيضا. دعني أذهب إلى رام الله مع مراسلنا فراس لطفي. فراس، بالنسبة لي يعني الجانب الفلسطيني كيف ينظر إلى هذه الاجتماعات؟ هل هي نجاح ب يعني جلوس الرجلين بوساطة تركية في هذا التوقيت، أم أن الموضوع معول على الأفكار التي هي مطروحة؟ أيضا هل يعني هناك رسائل للطرف الإسرائيلي في هذه الاجتماعات؟ يعني لربما الشارع الفلسطيني محبط تماما من هذا الملف ومن حله بعد جولات عديدة من الحوار واتفاقيات وقعت في الكثير من العواصم العربية ماجد، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنهاء الانقسام وعودة المصالحة بين الأطراف المتخاصمة فتح وحماس. ولكن ما حرك المياه الراكدة حقيقة هو التصعيد الأمني الإسرائيلي. بدأت بدعوة من الرئيس الفلسطيني خلال عملية جنين الأخيرة للأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير وغيرها للجلوس والتباحث وإيجاد أرضية مشتركة وبرنامج سياسي ومقاومة واحد لمواجهة هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي لا يوجد على أجندتها إلا التصعيد والقبضة الحديدية الأمنية ومزيد من الاستيطان في الأرض الفلسطينية. هذا ما حرك هذا الملف. واضح بأن تركيا والقاهرة التقطتا الإشارة. بدأت الأمور بهذا اللقاء المهم بالنسبة للفلسطينيين بين اسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لإيجاد أرضية مشتركة، رغم أن هناك تباعد وأن هناك فجوة كبيرة ليس فقط بما يتعلق بانضمام حماس لمنظمة التحرير واعترافها بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا هناك ملفات أخرى تطالب فيها حركة حماس كالمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إطلاق يد المقاومة والسلاح وعدم ملاحقة الفصائل المسلحة كما يقولون. إلى جانب بذلك هناك أيضا مطالب من حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني حول الاعتراف بحل الدولتين، موضوع السلاح الواحد، السلطة الواحدة، وبرنامج المقاومة الشعبية الذي تستند عليه حركة فتح على الأقل في هذه المرحلة. هناك تباعد كبير، ولكن هناك تفاؤل حذر من هذه اللقاءات. لربما تؤسس هذه اللقاءات في أنقرة للقاء المرتقب في القاهرة في 29 و30 من الشهر الجاري للفصائل الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين، حيث سيتم مناقشة كل هذه القضايا حتى الوصول لربما إذا ما توافقوا إلى حكومة وفاق وطني تكون هذه الحكومة بمقدورها واستطاعتها مواجهة المخططات الإسرائيلية من حكومة نتنياهو. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، من اسطنبول مراسلنا محمد مشراوي.